فيها. على المباشر دابا ياك سعيد نبداو على بركة الله. نبداو المباشر ديالنا مشاهدي قناة شوف تيفي. رجعنا لكم مرة أخرى في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء وتطورات جديدة في قضية نورة الشهبة، نورة اللي ولدت وليد واللي كنتمناو لها الشفاء العاجل إن شاء الله. معنا القريبة ديال نورة اللي كنشكروها جزيل الشكر على صراحة على هاد الوقفة اللي وقفتها مع نورة، لأنه ماشي سهل كيف ما كنقولوا دائما أنك تعتني بواحد الإنسان اللي عنده خلل عقلي أو ذهني، انسان اللي ماشي طبيعي اللي خصو واحد الرعايه خاصه من طرف بسيكياتر. ولكن هاد السيده بالرغم من كل شيء ما قدراتش تفوت نوره الحامله خناز، راه كيهزوه هما ليه. السلام عليكم. حنا دابا نوره حاليا عطاوني التزام باش سميتو باش ندي باش نخرج نوره دابا هي والوليد، وانا طوندو الاطباء قال لك راه الدريه غادي تعالج، يعني ما عندها شي حاجه. يلا بدايه المرحله ديال المرض ماشي شافها البسيكياتر، شافها بسيكياتر دكتوره. ودابا حاليا حنا كنشادين دابا. شنو قالت لكم بسيكياتر مين شافتها؟ شنو قالت؟ شافتها البسيكياتر قالت لنا السيده راه يعني راه يلا باديه في الحاله المرضيه ديالها، يلا بدات ومن وخاصها تتبع العلاج في الدار ونطوندو على ما تصيفطها ل 36 وغتبقى نبقاو متبعين مع 36 وتتبرى هيايا. وفي هذيك الحاله ديك الساعه راه نقدروا نعطيوها البيبي ديالها ولا كاين امل؟ قالت لكم انها تعالج؟ كاين امل انها تعالج. ورانا قريت بزاف ديال الكومونتير ديال الناس وداك الشيء، ولقيت بان الناس كتعاطفوا عليا. شكرا جزيل الشكر لجميع الناس ولجميع المحسنين. واللي كيقلب على النيميرو ديالي بالمناسبه هذا هو النيميرو ديالي 06 77 18 57 71. واللي بغى يجي عندها للدار مرحبا به، سواء صحافه ولا شي حاجه ابار يعني من غير شوف تيفي راه ما يمكنش شي واحد يصور معاه، لان انا ما يمكن انا ما كنبيعش شي فهادشي. فقط حنا بلا ما ندخلوا في هاد التفاصيل. نوره بطبيعه الحال كاع الناس تضامنوا معاها وكاع الناس تعاطفوا معاها، وبغينا مازال التضامن وبغينا مازال التعاطف، لان نوره محتاجه الكثير ديال الدعم. وهنا غادي نطرحوا واحد التساؤل بهذه المناسبه. نوره راه واحد الحاله من العديد ديال الحالات اللي خصها واحد علاج نفسي، فينا هما المراكز ديال الطب النفسي؟ للاسف الشديد هذه واحد المعضله، خاص وزاره الصحه انها تدخل في الموضوع. خاصنا مراكز ديال العلاج النفسي، لان المراكز اللي هي بريفي راه كتطلب واحد المبالغ اللي هي باهظه. انا صراحه صدمتني هاد السيده هذه، قالت لي واحد المبلغ. شنو قالوا لي؟ لان الدكتوره اختي قالت لنا بان مبالغ ديال المصحه بريفي كتكلف على الاقل 8000 درهم الليله. الليله 160000 ريال الليله. 160000 ريال الليله راه سي ترو، سي ترو شير بالنسبه حنا. ماشي سي ترو شير، راه 160000 ريال الليله راه سي ترو شير، راه سي ترو ترو شير. حنا المهم انا راه دابا حاليا مقابلاها وكنتمناو من الله المحسنين وكاع اللي دار يديه اللي ما كنعاودها اللي دار يديه في القريب وبالبعيد وساهم في العلاج ديال هذه البنت الله يجازي بالخير. وتنتوما الله يجازيكم بالخير كاملين. والتذكير راه نوره كانت انسانه طبيعيه. كانت انسانه طبيعيه غير مجرد ما خرجت للزنقه راه الدريه راه شحال دابا من انا باش وقع عليها هذا الشيء اختي؟ تقريبا دابا شي ساعه عام وشي حاجه تقريبا. هي باش قبل من الولاده الاولى ولا تولدت الولاده الاولى؟ لا هذه الولاده الاخرى. اما الولاده الاولى كانت طبيعيه لان كانت جالسه عندي انا مده عام، وكانوا في حقيقه راه كاع طرقنا جميع الابواب احنا والعائله ديالها، راه ما خلاو حتى شي بلاصه ما داوها لها. شنو وقع عليها بالضبط؟ بكل صدق شنو وقع لنوره؟ اختي جاها المهم الاطباء قال لك جاتها شي صدمه عاطفيه، ربما هي اللي دارت لها هذا الاختلال. الدريه ماشي في حاله، ومني كتخرج الزنقه راه تقدر اي واحد يعطيها المخدرات، يقدر يعطيها قرطوب، يقدر يعطيها بزاف ديال الحوايج، ربما هو اللي اثر على الحاله العقليه ديال الدري. جات صدمه عاطفيه. واش نوره كانت كتبغي شي حد؟ كانت كتعشق شي حد؟ منين ماتت امها راه هي يعني راه كانت كتبغي هذاك السيد وهي في الحياه ديال امها، ولكن منين ماتت امها ربما تعلقت به اكثر ما تعلقت بشي حد اخر. يعني ما بقاش عندها حتى مع دارهم، ما بقاش عندها معاها. بغات
هذا السيد بزاف، عاتت هذا السيد بزاف وراه ما تزوجش بها، ما تزوجش بها وتزوج وحده اخرى وطلاق ولا الله اعلم. المهم حنا ما عرفناش شنو، ماشي هو بات الوليد الاول ولا بات، لا هو بات البنيه الاولى. هادشي اللي كنسمعوا من الناس، يعني الناس الاغلبيه كيقول لك الدري كتشبه ليه هو. ما عودات لك هي والو، وهي قالت لك رانا شنو كانت كتعاود لك عليه، وكانت كتعاود عليه، كانت قالت لك مزيان معاه، ولكن من بعد ما عرفناش شنو المشكل بيناتهم. ما نقدرش نقول لك انا شي تكهنات وانا ما عارفاش اش واقع بيناتهم، ما كتعيشه معاه وما والو. دابا هي مسكينه منين تزوج وقعت لها ديك الصدمه، قبل ما يتزوج، هي قبل ما يتزوج حملت بالبنيه خرجت للزنقه ديك الساعه ما بغاهاش هو خرجها. شوفي الله اعلم شنو وقع بيناتهم، المهم خرجت كانت معاهم في دارهم وخرجت للزنقه. من بعد داكشي راه ما بقينا عرفنا اشنو المشكل، حاولنا نجروها كتهرب لينا ما خلينا ما درنا، وفي اخر المطاوز واتجهنا لبزاف ديال الحوايج، اتجهنا للجمعيات، وراه بغينا غير الجمعيات يوقفوا معنا فهاد فعلى البنت، بغينا غير يوقفوا معنا ويديروا لنا مع شي حل، راه ما لقيناش. لقينا بعدا على الاقل واحد الجمعيات داروا مع سميتو وقفوا معاه، واحد الجمعيه ديال سامي هي اللي وقفت المره الاولى، الجمعيه ديال بسمه وقفت معها، تدخلات ولدات سميتو حتى هي منهم مرت خويا، يعني حتى هي راه فاعله جمعويه، يعني وقفات ولدت ولات بخير، يعني قابلت البنيه واحد المده، ومن بعد راه بدات عاوتاني كتبغي تخرج للزنق. هذا هو المشكل، يعني حنا خصنا كيفاش نديروا لهاد البنت ما ترجعش للادمان اولا، وثانيا ما تعالج من العقل ديالها. شحال في عمرها؟ عمرها دابا بندو باقا صغيرة، راه باقا صغيرة. ما هو انت قادرة تكفلي بهذا الوليد وهاد السيدة؟ انا كنتكفل بها هي وهاد الوليد، وناطوندو على ما تبرى شي شوية. انا راه ما قادش نتكفل بها ديما، لان عندي انا تانا مشاكلي وعندي ولدي وعندي صداعاتي، راه ما يمكنش ليا نتكفل اكثر. دابا خرجتي من الخدمة على قبلها؟ خرجت من الخدمة على قبلها. انا منين سميتو جات اختي وقالت لي راه اش كاين واش كاين، ما صبرناش فيها الغالب الله، وحتى انا كنطلب حتى انا بحالي بحال المحسنين، الله يغلي الله يقدرنا. بقات فيك؟ بقات فيا وبزاف، راه ما كتستاهلش بصراحه نورا، ما كتستاهلش. عقلي على نورا كي كانت، وكنعقل على نورا وكنعقل على امها، الله يعمرها دار راه امها بنت خالتي، يعني ماشي شي حد براني عليا، راه دمي ولحمي، وانا ما قديتش راه يعني راه حتى انا ما قديتش نشوفها في الشارع ونبقى نشوف، راه انا وحده من الناس كاملين اللي كيتعاطفوا مع نورا. راه ماشي نقول انا اللي عندي الفضل، الله اللي عنده الفضل، راه حنا ما عندنا والو، حنا غير مجرد سبب، والكمال على الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله ونعم بالله. مشاهدي قناه شوف تي في، كنشكروا هذه السيده لانها ماشي مرغمه انها تكلف او لا تكفل بنورا او بالرضيع، وكنشكروا اي واحد ساهم من قريب او بعيد ولو بكلمه طيبه في ان نورا ان شاء الله تستعيد العقل ديالها وترجع للطبيعه ديالها، وكنتمناو ليها الخير ان شاء الله. نعم، ودعواتكم الله يجازيكم بالخير كاملين، كاع المغاربه وكاع الكازاويين الله يجازيكم بالخير، دعواتكم لها بالشفاء، اللي ما قدرش كاع يساعدها على الاقل يساعدها بالشفاء. كلمه طيبه بالدعوات ديالو باش تشافى السيده وترجع للحاله العقليه ديالها الطبيعيه ان شاء الله. وداكشي اللي كنتمناو لها حتى حنا في انتظار ان السميه ديالك نعيمه، لان السيده نعيمه اللي دارت واحد الالتزام انها حاليا تخرج نورا والرضيع ديالها من المستشفى وتكلف بها، غنمشيو معها المستشفى تخرجها باش تمشي للدار. في انتظار ذلك نخليكم مشاهدي قناه شوف تيفي، الرقم راه قالته السيده على المباشر، اللي بغى يتواصل معها واللي بغى يساعدها باي حاجه، ملابس للرضيع، الحليب، ليكوش، راه الان في امس الحاجه انها لاي حاجه، لان مسكينه انت ما تقديش على هذا الحليب. انا كنقولها للناس كاملين، انا كون كان في استطاعتي اقسم لك يمينا تنساعد، ولكن حنا عرفنا ماشي في استطاعتك، انت كنتي خدامه كديري غير الميناج في القهاوي فعلا، داكشي اللي دابا ريحتي من الخدمه. دابا انا ريحت من الخدمه، علاش تقدري على ليكوش والحليب ما نقدرش؟ ما نقدرش، انا كنقول داكشي اللي كاين راه ما نقدرش. عندك شي وليدات؟ عندي وليد واحد، الله يخليك. ولدي دابا حاليا ما يمكنش يجلس معايا لان كاين في دارنا، انا كنصيفطو دابا لدارنا، ما نقدرش نشدو معايا هو بلا ما اصلا، هو اصلا كيفكر راسو بقات فيه نورا، هو براسو قال لي ماما شديها. شحال عندهم من عام ولدك؟ ولدي عنده 21 عام. تبارك الله، تبارك الله ما شاء الله، والله يصلح لكل واحد وليداته وبنياته، والله يقدر المحسنين كاملين، الله يجازيهم كلهم بالخير. وتبارك الله عليك سنتيه صراحه، هذا تصرف ديال ولاد الناس وديال بنات الناس. شكرا لكم مشاهدي قناه شوف تيفي، والى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله.